متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة فوق المملكة، والتي تشير إلى ما يلي: تشكل بعض السحب والغيوم فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الساحلية في ساعات الصباح، جلبت معها بعض الزخات من الأمطار، بعض السحب والغيوم المتفرقة في المناطق الوسطى من المملكة، وتحرك حزم من السحب والغيوم مبتعدة عن أجواء المملكة، كما نلاحظ كانت مسيطرة عليها في ساعات صباح هذا اليوم. استقرار تام تقريبا متوقع على الأجواء في أغلب ومختلف مناطق المملكة نهار يوم غد الثلاثاء، إلا أن هناك توقعا بتشكل للضباب الكثيف في ساعات هذه الليلة وصباح يوم الثلاثاء، وذلك على المناطق التالية. هذه خرائط النموذج الحاسوبي لتوقعات الضباب، والتي تشير إلى ما يلي: يوم الاثنين هناك بداية للضباب تقريبا في المناطق القريبة من حفر الباطن، ثم يتوسع هذا الضباب ليشمل مناطق رفحاء وأجزاء واسعة من المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة، ربما يشمل أيضا حفر الباطن ويتوسع هذا الضباب كما نلاحظ، وحتى أنه يقترب من القصيم خلال يعني ساعات الصباح، والأجزاء الشمالية من الرياض، ليست المدينة إنما الأجزاء الشمالية من المحافظة، ولكن بشكل عام هذه المناطق جميعها، مناطق شمال شرق المملكة، على ما يبدو أنها ستشهد ضبابا كثيفا مع ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء، ويستمر حتى ساعات متأخرة من الصباح، ويتراجع تدريجيا مع ساعات النهار. يعود الضباب مرة أخرى صباح يوم الأربعاء، فجر يوم الأربعاء تحديدا، وربما يشمل هذه المرة أيضا العاصمة الرياض، وبالتالي هناك تدني لمدى الرؤية الأفقية متوقع بسبب هذا الضباب فجر يوم الأربعاء. أما فجر الثلاثاء فتشكل وتركز هذا الضباب سيكون في مناطق رفحاء حفر الباطن والمنطقة الواصلة ما بين القصيم والمناطق الشمالية الشرقية، وقد يشمل أيضا مناطق مثل بريدة والرس في القصيم بشكل عام. هذا طبعا توقعات بالنسبة للضباب، ويتطرق طبعا دائما الضباب بتدني لمدى الرؤية الأفقية. لكن فيما عدنا للطقس هذه الليلة في الرياض العاصمة، الأجواء غائمة جزئيا، درجة حرارة 20 درجة مئوية، ترتفع نسبة الرطوبة كلما خرجنا خارج المدينة اتجاها إلى الشمال. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الثلاثاء والعظمى ليلة الثلاثاء على الأربعاء. نبدأها شمالا من سكاكا من 23 إلى 13، في عرعر من 21 إلى 10، وفي تبوك من 23 إلى 12. هناك نشاط متوقع على الرياح السطحية اعتبارا من ساعات مساء يوم غدا على المناطق الشمالية من المملكة. هذه الرياح من شأنها تزيد من الإحساس بالبرودة في ساعات الليل في هذه المناطق. المناطق الغربية من المملكة تقريبا الأجواء مستقرة، تكون في المدينة المنورة من 31 إلى 18، في جدة من 35 إلى 24، في مكة المكرمة من 35 إلى 22، وفي الطائف من 27 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية تكون في أبها من 26 إلى 11، تبقى فرص بعض الأمطار الرعدية متاحة فوق مرتفعات الباحة من 24 إلى 17، كذلك أمر حتى في منطقة جازان، وربما تصل حتى أيضا المناطق الساحلية من جازان من 31 إلى 27 درجة مئوية. المناطق الشرقية هناك في الإحساء من 32 إلى 20، في الدمام من 31 إلى 22، وفي حفر الباطن من 27 إلى 17 درجة مئوية. وكما ذكرنا حفر الباطن ربما تتعرض لتشكل للضباب في ساعات مبكرة من صباح يوم الثلاثاء. في العاصمة الرياض من 31 إلى 18، في بريدة من 27 إلى 16، مع أيضا فرصة للضباب وأجواء رطبة للغاية صباح يوم الثلاثاء، وفي حائل من 23 إلى 12 درجة مئوية. ما هي الأحوال الجوية خلال ما تبقى من هذا الأسبوع؟ إذن يوم الثلاثاء من 31 إلى 18 مع فرصة لتشكل الضباب في ساعات ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حتى في العاصمة الرياض، 27 إلى 17 في يوم الأربعاء في العاصمة، 28 إلى 17 يوم الخميس، والأجواء عموما مستقرة في العاصمة خلال الثلاث أيام القادمة عدا فرصة الضباب ليلة الثلاثاء على الأربعاء. قبل الختام هناك يعني توصية هامة بشأن التعامل مع هذا الظرف الجوي وهو من ناحية الضباب في المناطق المتوقع أن يتشكل بها الضباب، بضرورة الانتباه أثناء القيادة في الطرق التي تشهد تدني لمدى الرؤية الأفقية بحذر وبسرعات أقل خاصة على الطرق الخارجية نظرا لهذا الموضوع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل عام. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية، أو حتى زيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، إلى اللقاء.